رحنا كنا نفصل الشروين اخيو ونجي لهون ونلبس الشروين وفوق منه هالبلوزه وهالحطوط البيضاء او حطوطة حمراء ونروح لعند العروس. اطلع العروس كل قمر شافتنا قمر. ايه بعدين نروح على العروس نمسك في هالدبكه ونتلقي لك في هالدبكه وهالشروين اللي انا بتتلومه. ايه احلى 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 دبكه والله نبيل اذا الله يسر. عم نخطب ما عم نريد العرويس، لا لحلقنا دخلنا ولا ربنا دخلنا. شلون نسيم على بالي؟ لك يا اخي لما نخطب بدنا بنطلون نسمة الروني، بلوش ثلاثة بس يمشي الحال. ما يمشي حول لا على بنطلون ولا على شروين. اه استغنيت عن الشروين؟ اه بستغني يا اخي بس شيء بس اخذها بس اخذها تنوم عندي وخطابات بدي بس مين شروين بعدين؟ الشروين لا بتتضايق ولا بتتزحم وتفضل على محلك يعني هيك تاخذ راحتك على طول. هاي الشروين البنطلون بده يحصرك تبوك هيك ما تفوت تبوك بس ما بتبرك هيك انت. نحن بنعمل بالشروين بنلبس ببرك هيك شو ما تبرك ببرك الشروين بس بنطلون ما بيحصل تبرك المنزل ويعني ذاك الوقت ما كان فيها بناطرين ما كان في عنا شيء خص عنا يعني بالجبل تحت فيه بس الجبل عنا لا هذا لباسه. أحلى شروال كنا نروح نفصله ستلي ونلبسه ونسوي لك ماني أخوت بلوزة هي ونلبس وحطوطة وحسب البريمة بتحط بريمة بتحط الدحر بس نحن منطقة الدفهم كلها كونك تلبس شراوي منطقة جبل العروب كلها شراويين أي من جيت يعني شراويين كون في محافظة معبي المنطقة بس بقى هالوقت هذا ما بقى العالم تلبسين يا خيو بغير اللبس غير اللبس قصاير بناطير ما شغلي ما ونحن عنا لك ولا أنا لما بلبس شروين بفكر حالي عريس ابن بيرحة لما لبس بنطلون فكر حولي ختيار ابن 90 سنه.